السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقارنة بين ثروة دنيا سمير غانم وثروة إيمي سمير غانم، مين الأغنى؟ وهل تعلم فرق السن بين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم؟ سيصدمكم. تعتبر دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم مثالا ونموذجا للنجاح، فالاثنتين أثبتا قدرتهما الفنية. وبالرغم من تألق دنيا وإيمي في عالم الفن، إلا أن الحب ظل هو الشعار الذي يجمع بينهما. ولقد دفع هذا التقارب الدائم بين الشقيقتين إلى التساؤل حول فارق العمر بينهما، ومقارنة بين ثروة دنيا سمير غانم وثروة إيمي سمير غانم، وهو ما سنستعرضه من خلال هذا الفيديو. فارق العمر بين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم: ولدت الفنانة دنيا سمير غانم في الأول من يناير عام 1985، أي إنها تبلغ من العمر 36 عاما. أما إيمي فهي من مواليد شهر مارس، حيث ولدت بالتحديد في 31 من مارس عام 1987، أي إنها تبلغ من العمر 34 عاما، وهو ما يجعل الفارق بينها وبين شقيقتها الكبرى دنيا حوالي عامين فقط. وفيما يتعلق ببداية مشوار دنيا سمير غانم الفنية، فقد بدأت دنيا حياتها الفنية وهي لا تزال في طفولتها، حيث شاركت بالتمثيل عام 1995 من خلال العمل بفيلم امرأة وامرأة. ولقد شاركت دنيا بعدها بالعديد من المسلسلات، وذلك حتى تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون، كما انها تألقت في فيلم يا انا يا خالتي الذي شاركت محمد هنيدي بطولته عام 2005. ومن بعدها توالت اعمال دنيا ما بين السينما والتلفزيون، وازدادت تألقا في ثنائي كونته مع الفنان احمد مكي من خلال اعمال مثل مسلسل الكبير بجميع اجزائه وفيلم طير انت، كما انها نجحت في تقديم ادوار اخرى مثل مشاركتها في افلام كالفرح وكبرية. ودنيا تتمتع بصوت متميز، ولقد سبق وقدمت أغنية مش قادرة أصدق عيني عام 2005، والتي حققت نجاحا كبيرا، كما انها اطلقت ألبومها الغنائي واحدة تانية خالص عام 2013، واصدرت بعد ذلك عدد كبير من الألبومات. وتألقت دنيا سمير غانم في مشوارها فيما بعد من خلال أعمال من بطولتها المطلقة مثل مسلسل فيلالاند. أما بالنسبة لمشوار إيمي سمير غانم الفنية، درست إيمي سمير غانم إدارة الأعمال واتجهت للتمثيل بعد أن أنهت دراستها، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها لوالدها في مسرحية ترى لملم، ومنها انطلقت للعمل في السينما والتلفزيون. وكانت أعمال إيمي الفنية سرية ومتعددة، فقد قدمت في التلفزيون مسلسلات عدة على رأسها لحظات حرجتني كابتن عفت، هبة رجل الغراب الذي حقق نجاحا كبيرا. أما في السينما فشاركت في أفلام عديدة مثل أفلام إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية، وكان آخر أعمالها مسلسل من بطولتها المطلقة وهو سوبر ماريو. مقارنة بين ثروة دنيا سمير غانم وثروة إيمي سمير غانم: من المعروف أن الفنانة دنيا سمير غانم تزوجت من الإعلامي المصري رامي رضوان، ووفقا لبعض المواقع المهتمة بثروات النجوم والفنانين والمشاهير، فتقدر ثروة الفنانة دنيا سمير غانم بحوالي 50 مليون دولار، أي ما يعادل 750 مليون جنيه مصري، جمعتها دنيا سمير غانم طيلة مشوارها الفنية. وبهذه الثروة يمكن أن نعتبر الفنانة المصرية دنيا سمير غانم من أغنى الفنانات في مصر. أما بالنسبة لثروة الفنانة إيمي سمير غانم، فمن المعروف أن الفنانة إيمي سمير غانم متزوجة من الفنان المصري حسن الرداد،
تقدر ثروة الفنانة إيمي سمير غانم بحوالي 25 مليون دولار، أي ما يعادل 375 مليون جنيه مصرية، جمعتها إيمي طيلة مشوارها الفنية. وبهذه الثروة أيضا يمكن أن نعتبر الفنانة إيمي سمير غانم من أغنى الفنانات في مصر. وبعد رحيل الفنان المصري سمير غانم عن الوسط الفني المصري، تساءل عدد كبير عن ثروة الفنان سمير غانم الذي تركها لبناته دنيا وإيمي. ثروة الفنان سمير غانم تكشف للمرة الأولى، إذ أن الصدمة كانت في مدى ضخامتها، إذ يقال إنه أصبح من أسرى الأثرياء في مصر بعد عادل إمام ومحمد رمضان ورامز جلال وأحمد السقا. بلغت ثروة الفنان سمير غانم حوالي 3 مليار جنيه مصري، أي حوالي 200 مليون دولار أمريكي، بحسب بعض المصادر والمواقع الإلكترونية المتخصصة بهذا الشأن. هذا الأمر يدعنا نسأل عن إمكانية حصول مشاكل قريبة بين إيمي ودنيا سمير غانم حول تقسيم الثروة، فهل تبقى العلاقات على حالها أم يحدث بعض المشاكل بين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم؟ هذا وأن وفاة الممثل المصري القدير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما أحدثت صدمة وحزن كبير في الوسط الفني والجماهيري. وبعد الاعتقاد أن سبب وفاة سمير غانم هو مضاعفات فيروس كورونا المستجد، خرج الممثل المصري حسن الرداد زواج ابنة الراحل الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عن صمته ليصدم الجمهور حول سبب الوفاة الرئيسية. نشر حسن الرداد صورة للراحل بعد وفاته مباشرة عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، وعلق بالقول: إن لله وإنا إليه راجعون، وداعا حماي الغالية وأطيب إنسان جبلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله. ملحوظة: الوفاة لست بسبب كورونا. وتضاربت المعلومات حول حقيقة إصابة الفنان سمير غانم بالكورونا، حيث كشفت تقارير طبية أن سبب إدخاله المستشفى هو إصابته بفشل كلوي حاد نتيجة مضاعفات الفيروس. الفنان المصري سمير غانم من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى بجورج سيتهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح. الفنان سمير غانم تزوج 3 مرات، الأولى كانت بفتاة صومالية، والثانية كانت من فتاة مصرية من خارج الوسط الفني، والمرة الثالثة تزوج من الفنانة المصرية دلال عبد العزيز وأنجب منها 2 هما دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم. فرقة ثلاثي أضواء المسرح لمعت بشدة وتمكنت من جذب الانتباه، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية الناجحة للغاية، وما زال الجمهور مرتبطا بها حتى اللحظة. وبعد رحيل الضيف أحمد، استمر سمير غانم بصحبة جورج سيتهم، حيث قدم معا عدد من المسرحيات كان أبرزها مسرحية المتزوجون. ولم يتوقف سمير غانم عن العطاء، حيث استمر وحده نجما من نجوم الكوميديا، وقدم الفوازير والاستعراضات والشخصيات التي لقت استحسان الجمهور. وقدم الراحل أكثر من 300 عمل فنية، آخرها ظهوره في مسلسل بدل الحدوتة 3 بصحبة ابنته دنيا سمير غانم، فيما كان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار زوجته دلال عبد العزيز وابنته إيمي سمير غانم. وفي الأخير، من وجهة نظرك عزيز المشاهد، ما هو أفضل عمل فني للفنان الراحل سمير غانم؟ وما رأيك في العلاقة بين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم؟